بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله لما قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد بها وساق بعد هذه آية آيات تبين المراد بالتوحيد، أنه توحيد الألوهية هو المقصود، لأن هناك من الفرق من يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأما العبادة فلا يعتبرون هذا من التوحيد، وهذا ضلال والعياذ بالله. التوحيد هو العبادة، التوحيد الإقرار بالربوبية هذا أقر به المشركون، أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين، لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. ينبغي يعرف هذا، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نوح عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهود وصالح وشعيب جميع الأنبياء يقولون لأممهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يقولوا أقروا بأنه هو الرب، لأنهم يقرون بهذا، وهذا لا يكفي. فمن جملة هذه الآيات الكريمات هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، القضاء يطلق على عدة معاني في اللغة، منها القضاء بمعنى القدر، القضاء والقدر، ومنها القضاء بمعنى الإخبار: قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن، يعني أخبرناهم بذلك، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أخبر الله نبيه لوطا أن هؤلاء الأمة، أن هذه الأمة التي عصت استمرت على الشرك وإتيان الذكور، أن الله سيقطع دابرهم عند الصباح. قضينا إليه ذلك الأمر، أي أخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي، قد أنجز الله وعده فأهلكهم في الصباح وقت إشراق الشمس،
فالقضاء بمعنى الإخبار، ويأتي القضاء بمعنى الفصل في الخصومات. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فصل الخصومات، هذا قضاء، وهذا معروف عند الناس، القضاء في الخصومات. وأما وكذلك القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، قضاهن سبع سماوات يعني فرغ من خلقهن قضاهن، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض يعني فرغ من أداء الصلاة. فالقضاء يطلق أيضا ويراد به الفراغ من الشيء والانتهاء منه، ويطلق القضاء ويراد به الأمر، قضاء أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياه. وليس المراد أنه قضى يعني قدر، لأنه لو قدر هذا ما كفر أحد ولا أشرك أحد، ولكن معنى قضى أمر بعبادته، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. فلو أن الله قضى بمعنى قدر ما عصاه أحد ولا أشرك أحد، ولكن قضى هنا بمعنى أمر ووصى، أمر ووصى. والأمر قد يفعل وقد لا يفعل، قد لا يفعله إلا القليل، والكثير يخالفونه. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، إلا إياه هذا معنى إلا الله، ففيها نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو التوحيد. فهو يريد بإيراد هذه الآيات أن يبين معنى التوحيد المطلوب، ويرد على من يفسر التوحيد بأنه توحيد الربوبية فقط. ما جاء أبدا في الآيات أن الله أمر أن يقروا بتوحيد الربوبية، لأنهم مقرون بهذا، إنما جاء الأمر بأن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة، هذا هو التوحيد. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الواجب الأول على العباد. الواجب الثاني على العباد البر بالوالدين، حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، ما يدل على عظم حق الوالدين على الولد بالوالدين، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، والعقوق يأتي بعد الشرك في العظم والخطر. فحق الوالدين عظيم، وتكرر في الآيات أن الله جعله بعد حقه سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فذكر الإحسان إلى الوالدين بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا في كثير من الآيات تأتي، تجد أن الأمر ببر الوالدين يأتي بعد الأمر بالتوحيد، والنهي عن عقوق الوالدين يأتي بعد النهي عن
الشرك ما يدل على عظم الوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. الإحسان عام، لم يحددوا، عام يكون بالقول ويكون بالفعل. القول مثل ما يأتي تلطيف الكلام معهما، ويكون بالفعل خدمتهما والسعي عليهما والإنفاق عليهما، إيصال النفع لهما، إعانتهما على العبادة وعلى الخير. فبر الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل. ثم قال: إما يبلغن عندك، أي إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن حاجتهم إلى البر في هذه الحالة أعظم من حاجتهم إلى البر في وقت قوتهما. إذا عجز فقم أنت بخدمتهما وبتوفير مصالحهما وتلطف معهما، أدخل السرور عليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، لأنه بحاجة إلى البر في هذه الحالة، أو كلاهما الأب والأم، فلا تقل لهما أف، لا تتضجر منهما. أف كلمة تضجر، كلمة تضجر، بل تلطف معهما في الكلام ولا تجرح شعورهما بالكلام والزجر ورفع الصوت عليهما. في الحديث: لعن الله من لعن والديه، الذي يلعن والديه لعنه الله. وقد لا يلعنهما مباشرة، لكن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه، فيكون متسببا في لعن والديه. لهذا لما سئل: كيف يلعن الرجل أباه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا في الكلام. فلا تقل لهما أف، تأفف. فكيف بالضرب؟ هذا تنبيه على ما هو أعلى، تنبيه على ما هو أعلى. لا تقل أف، باب أولى. لا تشتمهما، لا تلعنهما، لا تسبهما، لا تسبهما. ومن باب أولى لا تضربهما، لا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك على والديك وحدهما، اخفض صوتك عنده إكراما له ورفقا به، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا يسرهما ويدخل عليهما الفرح والاطمئنان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، تواضع لهما، ولا تتكبر عليهما، ولا تمن عليهما بالبر، لا تمن عليهم. تذكر يوم يربونك، يوم أنت صغير وأنت ما تملك لنفسك شيء ولا تدفع عنها شيء، وقد حنوا عليك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت أحسن إليهما إذا كبرا كما أنهما أحسن إليك وأنت صغير. الأم حملتك في بطنها وأرضعتك من ثديها وربتك في حجرها وكابدت معك المشقة والسهر حتى النجاسة من البول والغائط تميطها عنك وتنجيك، تنظفك، وأنت لا تستطيع شيئا من ذلك. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
هكذا حق الوالد على ولده، الإحسان بالقول وبالفعل، لا سيما عند الكبر والعجز والضعف. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة لما قلت آمين؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين. قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. فبر الوالدين يدخل الجنة وعقوق الوالدين يدخل النار. نعم. قال الشارح رحمه الله قال مجاهد قضى يعني وصى، مجاهد بن جبر إمام التابعين تلميذ ابن عباس الذي روى عنه التفسير، مجاهد روى التفسير عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، هذا مجاهد بن جبر. نعم. قال مجاهد رحمه الله قضى يعني وصى وكذا. نعم يعني وصى، وليس معناه قضى يعني قدر، نعم حكم وقدر، بل معناه وصى وأمر. نعم. قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. قرأ أبي بن كعب قارئ الصحابة المشهور قرأ هذه الآية بهذا اللفظ، وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكذلك ابن مسعود قرأ هكذا وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقراءات يفسر بعضها بعضا. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى ابن جرير الإمام المفسر محمد بن جرير إمام المفسرين صاحب التفسير الكبير تفسير ابن جرير الذي صار مرجعا للمفسرين من بعده. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقضى ربك يعني أمر. نعم هكذا فسرها ابن عباس، قضى ربك يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه. نعم هذا معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه هذا إثبات، ولا إله إلا الله مكونة من النفي والإثبات. نعم. وقوله هذا تفسير التوحيد، هذا تفسير التوحيد من القرآن والسنة، لا من كلام لا من الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين. نعم. ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. أي نعم، ألا تعبدوا إلا إياه هذا نفي وإثبات مثل لا إله إلا الله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، النفي وحده لا يكفي والإثبات وحده لا يكفي، بل لا بد من النفي والإثبات في التوحيد، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله. فلو قلت الله إله هذا إثبات فقط ما يكفي، ولو قلت لا إله هذا نفي ولا يكفي، لا بد من جمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي، والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل،
ويؤمن بالله، هذا معنى الإثبات. استمسك بالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. نعم. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. نعم، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. نعم، التوحيد هو متكون من النفي، نفي الشرك، وإثبات توحيد لله عز وجل. لهذا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما اقتصر على العبادة بل إلا إياه، هذا نفي الشرك. لا تعبدوا، هذا نفي الشرك، إلا إياه هذا التوحيد. ولهذا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على قوله واعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، اعبدوه ولا تشركوا به، لأن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد والإخلاص لله، إذا دخلها شرك بطلت، أفسدها الشرك. من الناس من يعبد الله عبادات كثيرة، وصلاة وصيام أو حج وصدقات، لكنه يقول: يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، ويدعو الأموات ويستغيث بهم، هذا مشرك، ولو يصلي الليل والنهار مشرك، ما ينفعه ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن لما أمر بحقه سبحانه فن بحق الوالدين، لأن أعظم محسن إليك بعد الله هم الوالدان، أعظم محسن بعد الله عليك هم الوالدان، وهم أقرب الأقارب إليك. نعم. قوله: وبالوالدين إحسانا، حتى الوالد المشرك، حتى الوالد المشرك والكافر يجب على ولده أن يبر به وإن كان يبغضه، لكن حقه لا يسقط عن ولده، فيبر بوالده ولو كان كافرا. البر واجب بالوالد ولو كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنه مشرك صاحبه في الدنيا معروفة، أحسن إليه، فكيف بالوالد المسلم؟ نعم. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أمر أن يشكر أولا ثم يشكر الوالدان. المنعم المطلق هو الله، ثم من بعد الله الوالد، والشكر له يكون بالقول وبالفعل، بالثناء عليه وبالإحسان إليه وبذل المعروف، هذا الشكر، الشكر يكون بالقول وبالفعل، خلاف الحمد فإنه لا يكون إلا بالقول، الحمد لا يكون إلا بالقول، أما الشكر فهو أعم، يكون بالقول وبالفعل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا، فدل على أن العمل والفعل يكون شكرا. نعم. وقوله: إما يبلغن عندك، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا. نعم.
حتى ولا التأفيف. ولا التأفيف وهي كلمة أف تضجر، يعني لا تظهر لهما التضجر منهما. نعم، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. نعم. ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. نعم، كما قال عطاء ابن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. لا تنفض يديك على والديك، من باب العتاب له والتضجر منه. نعم، بل اخفض جناحك له بالتواضع. نعم. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن للوالدين. يعني نعم، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. نعم. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. نعم، لا تتكبر عليهما. أن تقول أنا متعلم وهذا جاهل، الوالد جاهل وأنا متعلم، شلون أخضع له وشلون أشاوره وشلون أخذ برأيه وهو جاهل وأنا متعلم دكتور؟ لا، هو والدك، تواضع له، تواضع له ولين له القول وأكرمه. نعم. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما. رد عليهم الجميل، قل رب ارحمهما كما ربياني، كما رحماني في الصغر وعطفا علي. رد عليهم الجميل أن ترحمهما، وادعوا الله أن يرحمهما. نعم. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما. نعم. كما ربياني صغيرا، جزاء لهما على ما ربياني وأنا صغير، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا أدفع عنها شرا ولا أجلب لها خيرا، مثل فرخ الطير ما تقدر على شيء. من الذي حنى عليك؟ من الذي دافع عنك؟ من الذي غذاك؟ من الذي جلب لك القوت؟ الوالدان. الوالد يكد ويكدح ويعرض نفسه للأخطار من أجل أن يطعمك ويسقيك، والأم تسهر وتتعب من أجل أن تخدمك. نعم. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة. أي نعم، أحاديث صحيحة وكثيرة تحث على بر الوالدين، ووردت أحاديث تنهى عن عقوق الوالدين والإساءة إليهما. نعم. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما. هذا محل الشاهد. نعم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. ومعنى رغم أنفه أي التصق أنفه بالأرض، والرغام إهانة له. الرغام هو التراب، أرغمه الله يعني أهانه وأرغم أنفه بالتراب إهانة له على قبيح فعله مع والديه، أو إهماله لشهر رمضان، أو تركه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. والله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم. فمن المواطن التي تجب الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. نعم. قال العماد بن كثير: إذا لم يبر بوالديه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه. العماد ابن كثير هو اسمه إسماعيل بن كثير صاحب التفسير، ويكنى أو يلقب بالعماد، عماد الدين، يقال عماد الدين ابن كثير. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه. وعن يعني هذا الحديث صحيح من هذه الطريق. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. فالكبائر ضابطها كل ذنب توعد عليه بالنار أو لعن عليه ختم باللعنة أو توعد عليه بالغضب، غضب الله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يقترن به ضابط الكبيرة، ما لعن عليه ولا توعد عليه بالنار ولا بغضب الله، لكن منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، مخالفة الأمر معصية. فهذه الصغائر، هذا هو تعريف الصغائر وتعريف الكبائر. الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر كبيرة، أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، وتسمى السبع الموبقات يعني المهلكات، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أكبرها الشرك، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذه أكبر الكبائر. الزنا والعياذ بالله، قتل النفس بغير حق، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، والسحر، أكل الربا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كل هذه من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات، أي أعظم الكبائر. نعم. فعقوق الوالدين يأتي بعد الشرك، فهو أكبر الكبائر بعد الشرك. نعم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. نعم. شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن الموبقات، وهي الذي يشهد وهو كاذب، الذي يشهد وهو كاذب، هذه شهادة زور والعياذ بالله، وهذا من أكبر الكبائر. لا يشهد الإنسان إلا بما يعلمه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وما شهدنا إلا بما علمنا، لا يشهد الإنسان على شيء إلا وهو يعلمه. أما أنه يفزع بالشهادة ويشهد للناس وهو كاذب، هذا زور والعياذ بالله، هذه شهادة زور. في الحديث: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. نعم. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.
غلظ شهادة الزور بأمرين: أولا أنه جلس وكان متكئا، فجلس لما أتى على ذكرها اهتماما بالتحذير منها، وثانيا أنه كررها فما زال يكررها من باب التحذير، حتى أشفق الصحابة عليه وقالوا ليته سكت يعني ليستريح، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، فربط سبحانه رضاه برضا الوالدين، وربط سخطه بسخط الوالدين. فمن أراد أن يرضي الله فليرضي والديه، ومن أراد أن يسخط الله فليسخط والديه. نعم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة يعني الدعاء، الصلاة عليهما يعني الدعاء، تدعو لهما. نعم. والاستغفار لهما. نعم، طلب المغفرة لهما. نعم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية، إذا أوصيا بوصية تنفذها، إذا كانت وصية صحيحة وشرعية. نعم، تنفذها. إذا كان عليهما ديون تسددها عنهما، إذا كان لهما صديق تبر به بالصديق لأن هذا يسرهما. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كذلك من بر الوالدين بعد وفاتهما أن تصل الرحم المرتبطة بهما، كالإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات وهكذا، والأخوال والخالات والأجداد والجدات، هذا من إكرام الوالدين. نعم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما، إذا كان لهما صديق تكرمه لأن هذا يسرهما، يسرهما وهم أموات. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يسير في الطريق فرأى أعرابيا، أعرابي، فذهب إليه وأركبه على دابته وألبسه عمامته، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا أعرابي يكفيه أقل من هذا. قال: هذا صديق لعمر؟ قال: إنه صديق لعمر. فأكرمه هذا الإكرام عملا بهذا الحديث. نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله وقال المصنف رحمه الله وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مما يبين التوحيد هذه الآية أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل الآية التي قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إنما أراد المصنف أن يكرر هذه الآيات وإن كانت بمعنى واحد ليبين التوحيد ويؤكد أنه ليس كما يقولون هو إفراد الله بالربوبية، بل هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، ولم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن هناك من يعبد الله لكن يشرك معه غيره، يشرك معه غيره في العبادة، فإذا العبادة دخلها شرك بطلت،
مثل الوضوء، إذا جاء ناقض نقض الوضوء، فالشرك مثل نواقض الوضوء، لا يبقى وضوء مع النواقض، كذلك لا يبقى توحيد مع الشرك أبدا، لا يجتمعان. نعم، يعني بعض الناس يقول والله الناس يصلون ويزكون ويقرؤون القرآن ويتعبد، كيف تكفرونهم؟ يقول ما كفرناهم، الله هو الذي كفرهم، ما داموا يعبدون غير الله، يعبدون الأضرحة، يستغيثون بالأموات، الله هو الذي كفرهم، وعبادتهم لا تنفعهم مع وجود الشرك فيها، تناقض هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على قوله واعبدوا الله، بل قال ولا، لأن العبادة لا تصح إلا بترك الشرك. نعم. قال الشاعر: وهذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله، هذا معنى الإثبات، ولا تشركوا به شيئا، هذا هو النهي، النفي في لا إله إلا الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمة الله، قال الشارح اللي هو الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، لأن فتح المجيد مختصر لتيسير العزيز الحميد. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. نعم. فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهو دليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بالربوبية ولم يعبد الله فليس بموحد، لأنه ترك النتيجة، أخذ الوسيلة وترك الغاية، وهي توحيد الألوهية. نعم. وهذه الآية، الله جل وعلا قال اعبدوا ربكم، اعبدوا رب، ما دام أنه ربكم اعبدوه، الرب هو الذي يستحق العبادة، لا الأصنام والأشجار والأحجار و... نعم. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، عشرة حقوق، تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، أولها حق الله، وآخرها حق ملك اليمين وما ملكت أيمانكم. نعم. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه كتاب التوحيد يعني. نعم. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها على آية الأنعام، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في بعض النسخ تقديم هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عليها، وفي بعضها العكس، تقديم آية الأنعام عليها، وقدمها المصنف هنا. نعم. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام، ليكون ذكره بعدها أنسب. نعم، لا، الأمر سهل يعني، قدمت آية الأنعام أو قدمت آية النساء، الأمر فيها سهل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله ذكر في سورة الأنعام أن أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله، يحرمون على أنفسهم أشياء
من الأنعام ومن الأطعمة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال لنبيه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو أنتم اللي تحرمون، الله هو الذي يحرم. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول ما حرم الشرك، أول ما حرم ألا تشركوا به شيئا، أو أعظم المحرمات الشرك. نعم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف، وبالوالدين إحسانا، ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قتل النفس. فالثالث قتل النفس، وإذا كانت النفس من الأقارب فقتلها أشد والعياذ بالله. قتل النفس التي من الأقارب أشد، لأن فيها قطيعة رحم، مع كونها قتل نفس محرم كبيرة من كبائر الذنوب، فيها أيضا قطيعة رحم. الذي يقتل أولاده أو يقتل أخاه أو يقتل خاله أو عمه، هذا أشد من الذي يقتل البعيد عنه، إن كان الكل محرم. ولا تقتلوا أولادكم، إن أحد يقتل أولاده، نعم الجاهلية يقتلون أولادهم لغرضين، الغرض الأول خشية الفقر، يقولون لا سثرة والأولاد من النبي ننفق عليهم، من النبي، ويقتلونهم. الله جل وعلا يقول رزقهم على الله ما هو عليكم، نحن نرزقكم وإياهم، ما هو عليكم رزقهم، يقتلونهم خشية الفقر. وبعضهم يقتل أولاده تقربا إلى الأصنام، يحبون الأصنام أحب من أولاده، ولذلك يتقربون إليها كما يتقربون بذبح البهائم، يتقربون بذبح الأولاد عبادة للأصنام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، حرموا ما رزقهم الله. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دين. وبعضهم يقتل البنات خشية العار، خشية العار تسمى الموءودة، هذا في الجاهلية. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي المعاصي الكبار، المعاصي الكبار التي فحش شرها وإثمها. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي نعم، وقتل النفوس التي حرم الله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والنفوس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس الكافر المعاهد. لا يجوز قتل الكافر المعاهد، هذا غدر في الإسلام ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حتى لو قتله خطأ، لو قتل المعاهد خطأ فعليه الكفارة والدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب فيها ما أوجب في قتل المؤمن خطأ. لا يجوز قتل الكافر إذا كان معاهدا أو مستأمنا، لا يجوز قتله، حرام. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به، يعني نهاكم عن هذه الأشياء. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، تعقلون عن الله وتفقهون في دينه وتعرفون الحكمة والحكم في هذا. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. كذلك ما نهى الله عنه أكل أموال اليتامى القصار الذين لا يدافعون عن أنفسهم، يأتي واحد يستغل صغر هذا اليتيم الذي لا ناصر له إلا الله فيأكل ماله، هذا من الكبائر.
ولا تقربوا مال، شوف قال ولا تقربوا، هذا أبلغ من قوله ولا تأكلوا، لأنه نهي عن الشيء وعن الأسباب الموصلة إليه، إلا بالتي هي أحسن، إلا بما ينميه لليتيم ويحفظه لليتيم. فالولي يحسن في مال اليتيم ويحفظه له ويتاجر به ويخرج عن الزكاة الواجبة فيه، هذا بالتي هي أحسن. نعم. حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، يبلغ العقل، يعقل ويحسن التصرف. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، كذلك من المحرمات بخس المكاييل والموازين، وقد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب ببخسهم المكاييل والموازين، ولما نهاهم عن ذلك قالوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ينكرون على نبي الله أنه أنكر عليهم نقص الموازين والمكاييل، يقولون هذه أموالنا نتصرف فيها. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالقسط يعني بالعدل، بالعدل لا تنقص المكيال، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل شيء غير مقصود لا تؤاخذون عليه، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما أن ينقص المكاييل والموازين ويتلاعب بأموال الأيتام ويفعل الفواحش متعمدا، فهذا والعياذ بالله عاصٍ لله، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما لو حصل شيء من غير اختياره الله جل وعلا لا يؤاخذه. نعم. لكن يجتهد في تجنب المحرمات. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كذلك إذا قلتم قل الحق ولو على نفسك، أو شهدتم اشهدوا بالعدل ولو كان عدوا، لو كان عدو لك لا تجر عليه ولا تشهد عليه شهادة زور، حتى الكافر لا تشهد عليه شهادة زور، ولو كان عدوا لك، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض الكفار، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع الكفار كيف بالمسلمين؟ فالقول العدل أن لا تقول إلا الحق، قال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا، كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قل الحق عليك وعلى غيرك حتى على عدوك لا تظلمه. نعم. وبعهد الله أوفوا، إذا عاهدتم الكفار، عاهدتم الأعداء، فوا لهم بالعهد لا تنقضوه، تبخسوه شيئا. نعم. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم هذه الأوامر والنواهي وصاكم بها فاعملوا بها. نعم. لعلكم تذكرون، تذكرون ما عند الله من الثواب والعقاب فتمتثلون هذه الأوامر. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا تسمى الوصايا العشر، الوصايا العشر في سورة الأنعام، واللي في سورة النساء تسمى الحقوق العشرة. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. إلزموا طريق الحق واتركوا الخلافات واتركوا التفرق والاختلاف والنحل الضالة، خذوا طريق الحق وهو صراط الله جل وعلا المستقيم،
وما سواه من الطرق فهو ضلال، اتركوها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشرح، قال العماد بن كثير رحمه الله، لعله يكفي، نقف الشرح درس القادم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وقضى ربك، ألا يستقيم المعنى لو قلنا إن هذا هو القضاء الشرعي وليس الكوني؟ ما قاله أحد هذا، ما نفسر من عندنا، التفسير توقيفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى من والدي الإعراب، بل إن وصى وأمر قرئ به في الآية قراءة، فكيف نأتي ببدله؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى من والدي الإعراض عن الحق، وفي بعض الأحيان يقولان إنهما ليسا بمسلمين، كيف تكون الطريقة في نصحهما؟ ادعوهما إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام ورغبهم في الإسلام وبين لهم مساوئ الشرك والكفر، فإن قبل فالحمد لله، وإلا أنت أديت ما عليك، لكن أحسن إليهما، لا تقاطعهما، بر بهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يدعو فيقول أسأل الله لك رضا الله ورضا الوالدين، هل يجوز هذا بالعطف بالواو؟ الله ما أدري، الدعاء لا يحدث فيه شيء بألفاظ غير واردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وبعضهم يكتب على سيارته هذه العبارة يا رضا الله ورضا الوالدين، هل هذا جائز؟ لماذا يقول يا؟ يقول رضا الله برضا الوالدين كما في الحديث، رضا الله برضا الوالدين، سخط الله بسخط الوالدين، مع أنه كتابة الأحاديث والآيات على السيارات أو لوحات تعلق هذا لا أصل له، وهذا يعرض الحديث أو الآية للإهانة، لا يكتب هذا على السيارات ولا على غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن أمه كافرة وتسكن وحدها، ويقول أنا منذ سنوات لا أعلم أين تسكن ولا رقم هاتفها، فماذا علي من ناحية برها؟ وأسألكم أن تدعوا لها بالهداية. تب إلى الله من هذه المقاطعة، واصل والدك وبر بها وادعوها إلى الإسلام وأحسن إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الوالدان كافرين، فما الذي ينبغي على الابن إذا كان الوالد يطرده من بره ويقول له إذا لم ترجع إلى ملتي وديني فلا تكلمني، هل يحق له أن يهجرهما؟ لا، ما يهجرهما، ولكن ما يرجع عن دينه، تمسك بدينه ويبر بوالديه ويتلطف معهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف، هل هو شهادة لهذا الشخص بالنار أو بالعذاب أو ما المراد؟ دعاء رغم أنفه، هذا دعاء عليه أن يهينه الله ويرغم أنفه بالتراب، دعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو إخبار، هو دعاء أو إخبار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين قول الزور وبين شهادة الزور؟ لا، قول الزور هو شهادة الزور، واجتنبوا قول الزور،
ويشمل الشرك أيضا، الشرك زور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قرنه مع الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل بر الكافر محصور في الوالدين فقط أم يدخل في ذلك الجد والجدة والخال والخالة؟ هذا في الوالدين خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المتكلم أو الواعظ قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فهل يلزم المستمع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ذكر، ما دام ذكر عندك أصلي عليه وسلم عليه، ولو لم يصلي ويسلم عليه الذاكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز لي أن أسأل الله الرحمة لوالدي كما ربياني صغيرا علما أن أحدهما كافر؟ لا، ما يترحم على الكافر، يترحم على المسلم. نعم. ما تقول اللهم ارحم الوالد الكافر أو الصديق الكافر أو فلان الكافر، لا، لا تستغفر له ولا تترحم عليه. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أخي الأكبر يبالغ في عقوق والديه، فكيف التعامل معه وهل لي أن أهجره؟ تعامل معه بالنصيحة والتخويف، تخويفه بالله عز وجل، تحذيره من العقوبة، وأقرب شيء أن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والجزاء من جنس العمل، فإذا عق والديه فإن الله يسلط عليه أولاده فيعقونه كما عق والديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس ينصح من أراد الزواج فيقول له: لا تنجب الولد من بداية الحياة الزوجية حتى تتحسن حالتك المادية بعد سنوات، يقول: ما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا من جنس قول المشركين أن الأولاد يضيقون الرزق وأنهم يقتلونهم خشية الفقر، وهذا يحذر من الأولاد خشية الفقر. توكل على الله، واللي يخلق النفس يرزقها، رزقها على الله سبحانه وتعالى. نعم. يحسن الظن بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أرى أن أمي لا تحب زوجتي، فهل من الأفضل أن أطلق زوجتي لكي أفرح أمي وأسعدها علما بأن أمي كافرة وعندي ولدان؟ لا، لا تطلق زوجتك، ولكن أحسن إلى أمك ولا تطلق زوجتك ما دامت أنها لم تخالفك ولم تعصك ولم تسئ إليك، فلا تطلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأوصي زوجتك أيضا بأن تحسن التعامل مع أمك من أجلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: شخص قتل ابن عمه عن طريق الخطأ، فتنازل عمه عنه ولم يأخذ شيئا من الدية، فما الواجب على القاتل حينئذ؟ كفارة، الواجب على القاتل الكفارة، صيام شهرين متتابعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا أعيش في إحدى البلدان العربية الإسلامية، ويكثر في هذا البلد عباد القبور والذبح للقبر والنذر والاستغاثة له إلى غير ذلك، يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي يكثر فيها أمثال هؤلاء؟ التي يكثر فيها أمثال هؤلاء، يدخل يكثر فيها
أمثال هؤلاء، وأيضا مساجد البلد عامة. إذا كانوا يظهرون الشرك، يظهرون الشرك في هذه المساجد فلا تصلي معهم، أما إذا كانوا ما يظهرون الشرك ولا يكون إماما منهم في الصلاة فصلي مع الجماعة مع القيام بالدعوة والبيان لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لي أن أصلي منفردا في بيتي حينئذ وأبتعد عن هذه المساجد؟ إذا كانوا يظهرون الشرك التمس مسجدا آخر، وإذا لم تجد صل في بيتك أو مع إخوانك اجتمعوا صلوا في بيت من البيوت أو بقعة من البقاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الهجر في الله وعلى من يكون، وهل له أيام محددة؟ الهجر إذا كان يجدي المهجور يتوب إلى الله ويقلل من شره فالهجر مطلوب، أما إذا كان الهجر ما يزيد الشر إلا شرا فلا تهجر، ولكن تواصل النصيحة والدعوة إلى الله معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكفار لا يوفون بالعهد مع المسلمين في كثير من الأحيان، فكيف يوفي المسلمون بعهدهم معهم؟ لا، الله جل وعلا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خانوا العهد ولم يفوا به لا يوفى لهم، لا يوفى لهم بعهدهم، ويخبرون أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، انبذ إليهم على سواء. نعم. فضيلة الشيخ، وهذا من شان ولي الأمر، العهود ونقض العهود هذا من شان ولي الأمر، ما هو بكل فرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطبخ طعاما غير حلال لامرأة نصرانية؟ لا، لا تعينها على الباطل، لا تعينها على الباطل، لا تطبخ لها أشياء محرمة أو تقدم لها أشياء محرمة، شرب الخمر أو تقدم لها محرمات، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قول إن شاء الله على فعل أمر يقتصر على فعل هذا الشيء في الغد، أم يجوز قول إن شاء الله في كل وقت لأمر مستقبل؟ نعم. هل قول إن شاء الله على فعل أمر يقتصر على فعل هذا الشيء في الغد، أم يجوز قول إن شاء الله في كل أمر مستقبل؟ كأن أقول أنا ذاهب إن شاء الله إلى غير ذلك من كل أمر مستقبل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وغدا يشمل الغد القريب والغد البعيد، الغد ما هو خاص بالغد القريب. نعم، كل المستقبل يسمى بالغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي في رمضان الماضي، وقبل وفاته بأسبوع كان لا يستطيع الكلام من شدة المرض، وقبل وفاته بيوم كان ينطق بالشهادة ويرددها، ونرجو أن تكون الشهادة هي آخر كلامه قبل موته إن شاء الله. سؤاله يقول: لكن كان قبل ذلك تاركاً لأركان الإسلام كلها، ما حكم إسلام إذا هذا؟ إذا كان أنه تاب قبل أن تبلغ الغرغرة، تاب قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ الحلقوم، توبته مقبولة إن شاء الله. أما إذا كان ما تاب إلا لما حضره الموت هذا ما ينفعه التوبة. نعم. ولكن أنتم ما عليكم، أنتم ما عليكم، كل أمره إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تؤدى الزكاة عن الراتب الشهري؟ اللي له راتب شهري يحصل له توفير، يجعل له موعد في السنة مثل رمضان،
ويخرج الزكاة عن كل ما تجمع لديه إلى رمضان الآخر، وهذا فعل الموظفين، وهذا اللي عليه الفتوى الآن، ولا يسع الناس إلا هذا. نعم، حط موعد محدد من السنة تزكي كل ما اجتمع، ما تم حوله وما لم يتم حوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن مقيمون في هذا البلد ولدينا جمعية نقوم باشتراكات ندفع منها الإيجار والكهرباء والماء، ونقوم بمساعدة المحتاج من المشتركين وإرسال بعض المساعدات إلى بلدنا. سؤاله: هل نخرج زكاة عن هذا المال مع العلم أنه يكون بالغ النصاب عندما يحول الحول؟ لا، المال الذي يجمع لأعمال البر ليس فيه زكاة، لأن مصرف مصرف الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ماذا ينبغي علي أو ماذا يجب علي في أم زوجتي الكافرة، علما بأنني قد نصحتها لكن لم تسلم وترفض نصيحتي، هل يجوز لي أن أهجرها حينئذ؟ والله إذا كان إنها ما قبلت النصيحة ولا قبلت الدعوة إلى الله، فأنت لا تسيء إليها الإساءة، ولكن اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أشتري تأشيرة وفيزة لأخي، هل أنا آثم إذا اشتريتها؟ والله هذه مسألة نظامية، هذه مسألة نظامية يتبع فيها النظام. إذا كان النظام يبيع يجيز بيع التأشيرة فلا بأس، أما إذا كان النظام يمنع فلا يجوز هذا، لأن هذا معصية ولي الأمر، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتلذذ العبد بالعبادات الواجبة عليه، خاصة أنه في البداية يجد فيها مشقة؟ المشقة يصبر عليها، يصبر على المشقة، يعتاد الطاعة، ثم تسهل عليه بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في خطبة الجمعة بدأ الإمام أو بدأ الخطيب بعد الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بالدعاء إلى الله، ما حكم فعله هذا وهل هو مشروع؟ دعاء إيش؟ بدأ بدعاء الله، يقول: ما حكم فعله هذا؟ خطبة الثانية لا بأس يكثر فيها من الدعاء، أما الأولى فهي للتوجيه والإرشاد والنصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قريب لي لا يصلي وقد نصحته ولكنه لم يستجب، يقول: هل أكلمه أم يجب علي أن أهجره؟ كما سبق، إذا كان الهجر يردعه فتهجره، أما إذا كان الهجر ما يجدي فيه بل يزيده شرا فإنك لا تهجره، ولكن تواصل معه النصيحة والدعوة إلى الله، لعل الله أن يهديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الهجر يفعل عند المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه وتنظيف المكاتب، مع العلم أن مدير الشركة وأكثر الموظفين لا يصلون؟ ابتعد عنهم، لا تخالطهم، اطلب العمل عند غيرهم، اطلب الرزق عند غيرهم. نعم. ثم يقول: حفظك الله، وإذا كنت قد أخذت مرتبا في السابق من هذه الشركة فماذا أصنع به الآن؟ إذا كنت أخذته في مقابل عمل عملته فهو لك، هذا مقابل عملك وكدك، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يقال هذا الدعاء
اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ كلاهما، إن قال قبل السلام فطيب، وإن قاله بعد السلام طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع دبر كل صلاة. اختلف العلماء هل المراد بدبر الصلاة آخرها أو المراد بعد السلام، على قولين، إذا عملت هذا أو هذا كله الحمد لله مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب مبتعث للدراسة أفطر في رمضان من أجل أن يتقوى على الامتحان في الجامعة، يقول هل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المقيم يصوم، المقيم إقامة طويلة يصوم، فإذا أجهده الصوم خشي على نفسه فلا بأس أن يتناول ما يبقي عليه حياته ويقضي هذا اليوم. أما أن يفطر من الأصل لا، ما يفطر إلا المسافر أو المريض ثم مرضى أو على سفر عدة من أيام أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك، البنك سيشتري لي المنزل ثم أشتريه من البنك بالأقساط، فهل يجوز ذلك؟ هذا حيلة، ما هو البنك ما شراه له، شاريه لك وسلم ثمنه بدلا عنك من باب القرض، دافع الثمن من باب القرض لك وتسدده أكثر مما دفع، هذا ربا، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما لو كان البنك عنده بيوت يملكها من قبل شريت منه ما في بأس، أما أنه ما يشري إلا إذا طلبت منه هذا، هذا معناه أنه شراه لك وسلم الثمن قرضا عليك ويسترده بأكثر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح القول بأن من تحرك ثلاث حركات في الصلاة لحاجة أو لغير حاجة فإنها تبطل صلاته؟ إيه نعم، حركات المتوالية من غير حاجة تبطل الصلاة، حركات المتوالية من غير حاجة تبطل الصلاة، ذكر الفقهاء هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فيما يتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة، يقول أرى كثيرا من الناس لا يهتموا بالتراصي في الصلاة فتكثر الفروجات والخلل، فهل من توجيه في ذلك ونصيحة؟ نوجهك أنك توجههم، قل لهم يا جماعة ترى مراصة الصفوف، سد الفرج وتعديل الصفوف هذا من تمام الصلاة، احتسبوا جزاكم الله خيرا. نبههم وبين لهم إذا رأيت منهم إهمالا، وإن كنت إماما فهذا يلزمك في كل ما تريد أن قبل تكبيرة الإحرام أن تتأكد من استقامة الصفوف ومن سد الفرج، تأكد من هذا قبل تكبر تكبيرة الإحرام، هذا واجب الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا تصنع المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان كثير، فإذا صامت القضاء لم تستطع أن تصوم الست من شوال، فهل تقدم الست على